السلام عليكم، اهلا فيكم دردشة على الطاير جديدة. اسف على التأخير او اسف على انه ما من عادات ان نقطع، كنت كل يوم انزل فيديو لكن اتوقع اني برجع العادة نفس اول، انه في اليوم انزل اثنين، في اليوم انزل اثنين، في الاسبوع انزل اثنين. فاتوقع الاثنين والجمعة انزل افضل من ان كل يوم انزل، يعني انزل مقطع والمقطع اللي قبله الى الان حتى ما وصل 100 مشاهدة. فالغلاء ما تعطيني دافع اني يعني الأشهر اللي راحت كنت كل يوم كل يوم أسوي فيديو كل يوم، أتوقع أني لازم أفتر على شيء ثاني أحسن لي، خصوصاً أني ماخذ كلاس الحين بعد شوية بيلة اهتمام أكثر، فما راح يعني بغلل اهتمامي. عندي فيديوهات ما أقول لكم ما عندي، يعني ما بعذر عارف أنه عندي فيديوهات قديمة وعندي فيديوهات أوريدي أصلاً من القناة، يعني بس كليك أو أسوي لها جدولة وتنزل لكم، لكن مثل ما قلت لكم ما في دافع. القناة يعني طلعوا انتم مشاهدات وشوفوا كيف، يعني وانتم تحكمون نفسكم، انكم تتعبون وتطلعون وتبحثون وتجيبون الفكره وتتكلمون وتسوون اخراج وترفعون في الانترنت وتسوون صوره وتحطون في الانترنت، حتى الهواء ما يبيني اكمل. في النهايه تشوفون يعني مشاهدات قليله، فحس اني لازم يعني اخلي الجهد اللي بذله اوكي، يقول لا توقف ما شنو اوكي وبتشوف قدام اوكي، بس الجهد اللي بذله ما راح اقطع 100%، لكن على حسب المشاهدة، على حسب الدعم، الدعم قوي اكمل، الدعم قليل اخفف، مع الدعم مش مع الموجة. المهم قبل شوي طالع من الدوام فتحت ولا شفت ان ابل نزلت اجهزة جديدة او الليل حق اللابتوبات حقينا. اول حاجة الماك بوك اللي تكلمت عنه من زمان، ابل يعني شوي لحل سميه اسم ثاني شيء، لا ابل ما سمته ولا شيء، كنسلت ابد. الحين ابل الماك بوك النحيف اللي ما ادري ايش اسمه اصلا، ليش مسميتها ماك بوك، هي ما ادري ليش نزلتها اصلا، نزلتها قطعت الاير قبل 3 سنوات ونزلتها مكان الاير شو ولا سحبتها، يعني اوكي رجع الاير كنسلته هو. المهم انه ما تمنيت انها تكنسلت، كنت تمنيت انها تغلل سعره، لكن ابل قالت لا ما كنسل. المهم انها كنسلتها، فالماك بوك اللي ما ادري ليش مسميتها ماك بوك كنسل. ماك بوك اير نزلت تحديثات خفيفه، يعني المعالج الجديد والرام شوي افضل فعدلت شوي، فالحين الاجهزه مو بنفس اول، الاجهزه شوي تعدلت. ماك بوك اير في ماك بوك برو، ماك بوك برو 13 انش هذا هو، ماك بوك برو 15 انش، فالحين لابتوبات ممتازه. ماك بوك اير اذا كنت تبي شغل خفيف، شغل جامع شغل خفيف، ماك بوك اير بيكون 2 نواه. ماك بوك برو 13 انش ما في بدون تاتش بار، ما في لا كلهم تاتش بار خلاص. ما تبي برو مواصفات كلها عليه، ما يحتاج تاخذ واحد بدون تاتش بار ولا شيء، لا كلها هي تاتش بار. فنرجع الماك بوك اير معالج حقه تاخذ اقوى شيء اغلى شيء 2 نواه، ماك بوك برو اغلى شيء تقريبا واعلى شيء 4 نواه، ماك بوك برو هذا 13 انش، ماك بوك برو 15 انش تقريبا الحين سداسيه او 80 نواه تقريبا وصل كذا يعني. ف اللاين صار افضل عند ابل، ما في اول ماك بوك، ماك بوك اير، ماك بوك برو 13 انش بدون تاتش بار، ماك بوك برو 13 انش بالتاتش بار، ماك بوك برو 15 انش، وذاك في ثنائي النواه في رباع النواه نفس النسخه، الحين لا خلاص محددين ورتبوا كل شيء. شغل خفيف مثلا تبي جامع ماك بوك اير اخذ لك على طول، شغل متوسط تبي جامع وشغل خفيف زياده ماك بوك برو 13 انش رباع النواه ممتاز، يعني شغل شوي اديتنج خفيف اوكي، لانه اصلا قبل 6 سنوات او 7 سنوات الماك بوك برو 15 انش وهو كان رباع النواه، الحين لا ال 13 انش صار رباع النواه، فالبرو صار برو افضل، وهذا ال 15 انش صار 15 انش يعني الشغل اقوى، و 13 انش صار مكان 15 انش قبل 3 سنوات 4 سنوات. فالترتيب عاد الحين خلصنا منهم، ابل سوى ديسكاونت بازل حق الطلاب 100 دولار 200 دولار تقريبا، اذا كنتوا مثلا في السعوديه او اي مكان، اذا كنت طالب تجيب ورقه انك طالب تقريبا ما ادري كيف يجيبونها، تروحون حق الموزعين المعتمدين عند ابل يعطوكم الخصم، حتى الموزعين المعتمدين عند ابل في السعوديه عندهم خصم للطالب، الموزع المعتمد ما ادري وين في السعوديه، بس في شركات تبيع لك الاجهزه من ابل عندها خصم. برضو الطلاب الحين ابل ميوزك هي المجانا تقدر تستخدمها وتجريبيه 3 شهور، اذا كنت طالب برضه راح يعطونك 6 شهور، هذه حركه حلوه خلصنا منها. كيف تسويها؟ ما
ما ادري والله في السعوديه هنا عندنا نحط حساب الجامعه حقتك وتحط ايميل الجامعه حقتك ويعرفون انك طالب يعطونك الخصم. في السعوديه دول الخليج الثاني يعني اي دوله ما ادري والله كيف المهم ان هذا الخيار وموجود. وبرضو الستورج قللوها ورخصوا السعر، حتى الماك بوك اير نزل سعره، الماك بوك برو نزل سعره للطلاب. ال 15 انش اول كانت لازم تشتري 1 تير تقريبا ب 600 دولار، الحين ال 1 تير لو تسوي له ابجريد يعني من 512 جيجا الى 1 تيرا تقريبا الحين 200 دولار، 2 تيرا الحين 600 دولار، كان 600 تقريبا حق 1 تيرا. اول كنا ما ننصحك اصلا يعني اشتر اوكي اشتر 512 واشترك هارد ديسك خارجي نص قيمه 600 تشتري هارد ديسك 2 تيرا مثلا، هارد ديسك اس اس دي وكل شيء الاشياء يعني قويه. الحين لا حلو يعني 1 تيرا ب 200 دولار تزيد لك سعره، حركه حلوه. ابل شوي رتبت الماك بوك ونزلت سعره، طبعا حتى الايباد ان شاء الله يجي له حقه. كطالب عندك خصم برضو، خصم الايباد. طبعا في امريكا هنا ما ادري في السعوديه كيف، في امريكا هنا اي جهاز غير الايفون يعني اللابتوبات ابل عندهم خصم حق الطلاب، الايباد برضو في خصم للطلاب، فاتوقع هذه الاجهزه في خصم للطلاب، الايفون لا ما له خصم للطلاب. لكن في السعوديه ما ادري كيف، ممكن اتوقع برضو نفس الحركه، تروح حق موزعين معتمدين وتشوف. بس تقريبا هذه الاشياء الجديده كلها، الترتيب صار افضل الحين خلاص. ماك بوك اير اخيرا برضو ماك بوك اير القديم اللي قبل 5 سنوات او 6 سنوات كنسلت ابل الموقع احنا وقفته مع الماك بوك، فالحين ما في الا 3 انواع، ماك بوك اير مثل ما قلت لكم، ماك بوك كبرو 13 انش، ماك بوك كبرو 15 انش. شغل خفيف، طالب محاضرات، ما بخفيف خفيف لان في مروحه في شغل يعني اوكي تفتح مثلا صفحات كثيره ولا شيء يتحملها الماك بوك اير، يعني مو بلحق طالب يعني شوي افضل بشوي. ماك بوك كبرو 13 انش تقدر تاخذه لحق طالب، تقدر تاخذ الحق ايديتنج خفيف. 15 انش بتاع كله اوكي، اتوقع لازم اوقف الحين مع انه جالسين هنا بالصمت اشوف. فخلاص في نهايه الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، اسف على الازعاج ودعواتكم يعني لا تنسون دعواتكم. وقبل ما اخلص التصوير من الايفون 10S الاصدار السادس والثالث البيتا الثالث لايو 13. بس السلام عليكم. نسيت شيء ما قلت لكم برضو، الماك بوك اير الحين برضو صار فيه تاتش بار وفي البصمه طبعا وفي الشيب تي 2 حرف التي بالانجليزي اوكي و2 حق الحمايه مال الحمايه، فالحين كل اجهزه ابل يعتبر فيهم تاتش بار، الاير والبرو كلهم حلو، لابتوبات ابل الحين كلهم بالتاتش بار. نشوف الشيء الجديد اللي بيحطونه في البرو الجديد يعني السنه او السنه الجايه عشان مثل ما نقول يكون في ميزه اعلى منهم، بعدين بعد 3 سنوات 4 سنوات يحطونه في الكل، بعدين يشوفون شيء جديد يحطونه، وهذا نمشي معاهم كذا. برضو مع تقنيه التروتون حطتها اللي هي موجوده في الايباد وفي الايفون، ان الشاشه تصير احيانا لونها اصفر على حسب الاضاءه اللي عندك عشان ما تتعب العيون.